بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحصة حصة الفرائض سنتكلم عن أحوال ميراث الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما. بالنسبة لهدف الدرس سنتعرف في هذا الدرس عن أحوال ميراث الأخ الشقيق وأحوال ميراث الأخ للأب وأحوال ميراث ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب، كما نتعرف عن أحوال حجب كل وارث من هؤلاء الورثة الأربع: الأخ الشقيق، الأخ للأب، وأبناؤهما، والمقصود بهما ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب. نبدأ بالوارث الأول وهو الأخ الشقيق. دليل ميراثه، دليل ميراث الأخ الشقيق نجده في القرآن الكريم والسنة النبوية. يقول تعالى في كتابه العزيز: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذا النص القرآني يشير إلى حالة من الحالات التي تسمى في الفرائض الكلالة، والكلالة هي من لا والد له ولا ولد، أي أن الشخص الذي لا يوجد له ولد ولا والد وله أخ أو أخت فهذه الحالة تنطبق عليه، أي يرث الأخ أخته والأخت ترث الأخ. ومن السنة النبوية كذلك نجد له دليل في الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حيث قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيه من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. وهذه عادة من عادات الجاهلية، أن المرأة كانت لا تنكح إلا إن كان لها مال. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك، أي أن آية الميراث لم تكن قد نزلت، فنزلت آية الميراث، فكان هذا الحديث كانت هذه القصة سببا في نزول آية الميراث. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. والمسألة كما سنبينها بالمثال التالي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى في المسألة فيها زوجة وهي زوجة سعد بن الربيع وابنتان وهما ابنتا سعد بن الربيع وأخوه الشقيق. هذه المسألة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فللزوجة أعطاها الثمن لوجود البنتان، والبنتان لهما الثلثان وما بقي يأخذه الأخ الشقيق تعصيبا. وأصل المسألة هنا تكون من 24 لتباين الثلاثة مع الثمانية. الثمن ثلاثة أسهم، والثلثان ثمانية لكل بنت وهي 16، وتبقى 5 أسهم يأخذها الأخ الشقيق تعصيبا. هذه هي المسألة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها للأخ الشقيق. من خلال دليل ميراث الأخ الشقيق من القرآن والسنة، ننتقل إلى الكلام على العنصر الثالث وهو نوع ميراث الأخ الشقيق. يرث الأخ الشقيق فقط بالتعصيب، لا فرض له، لا سواء بالجمع أو بالفرد. إذن نوع ميراثه بالتعصيب فقط. وبالنسبة للميراث من القرآن ومن السنة كما بينا ذلك، ننتقل إلى العنصر الثالث وهو أحوال ميراث الأخ الشقيق. أحوال ميراث الشقيق وشروطها وهي ثلاثة، له ثلاثة حالات. الحالة الأولى التي تعطى للأخ الشقيق: إما أن يرث جميع المال في حالة وجوده منفردا، مات رجل وترك أخا شقيقا يأخذ كل المال فلا يرث معه أخ شيئا،
وكذلك إن كان معه ورثة يرثون بالفرض يأخذ ما بقي بالتحصيل. ومثالها كالتالي: إذا مات رجل وترك زوجة وأخا شقيقا، فالزوجة في هذه الحالة تأخذ الربع، وما بقي يأخذه الأخ الشقيق تعصيبا، والمسألة تكون من أربعة: سهم واحد للزوجة وثلاثة أسهم يأخذها الأخ الشقيق. هذه هي الحالة الأولى. أعيد، الحالة الأولى للأخ الشقيق هي أن يرث إما كل المال إذا انفرد أو ما بقي عن أصحاب الفروض. الحالة الثانية للأخ الشقيق هي أن يرث التساوي في الميراث إذا وجد معه إخوة ذكور، أي الإخوة الأشقاء. في هذه الحالة نزيد معه أخوان شقيقان، أخ شقيق وأخ شقيق، فيكون التعصيب بينهما، وتكون هذه الثلاثة التي أخذها الأخ الشقيق يقتسمانها بالتساوي، سهم لكل وارث كما يبين في المثال في الصبور. والحالة الثالثة هي أن يرث التفاضل، والتفاضل هو الميراث الذي يقسم على قاعدة للذكر مثل حد الأنثيين، يرث الذكر سهمان وترث الأنثى سهم واحد، وهي كما سنرى في هذا المثال الذي نعمل به وجود الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، فيكون ما بقي عن الزوجة تعصيبا بينهما، لكن ليس بالتساوي وإنما بالتفاضل، أي للذكر مثل حد الأنثيين، للأخ الشقيق سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد. إذن هذه الحالة الثالثة التي نجدها للأخ الشقيق. أعيد باختصار: الحالة الأولى إما أن يرث جميع الميراث أو ما بقي عن صاحب الفرائض. الحالة الثانية التساوي في الميراث إن وجد مع إخوته الذكور، إخوة الأشقاء. الحالة الثالثة هي التفاضل في الميراث إن وجد مع أخواته الإناث. ننتقل إلى الكلام عن الحجب. الأخ الشقيق يصيبه الحجب من جهة أربع: إما من جهة الأب، أو من جهة الإبن، أو من جهة إبن الإب، أو من جهة الفرض المستغرق. فنعطي مثالا على الحجب. إن وجد مثلا زوج مع أخ شقيق ومع أب، فالزوج في هذه الحالة يأخذ النصف لعدم وجود الفروع، والأخ الشقيق هنا الحاجب. لماذا؟ لأن ما بقي يأخذه الأب تعصيبا. فأصل مسألة من اثنان: يأخذ الزوج سهم واحد ويأخذ الأب سهم واحد، ولا شيء للأخ الشقيق في هذه الحالة. في هذه الحالة إن وجد مع الأخ الشقيق الإبن فكذلك يحجب، وإن وجد مع الأخ الشقيق ابن الإبن فكذلك يحجب. وتبقى حالة ثالثة وهي الفرض المستغرق، هي إن وجد مع زوج ومع أم ومع بنتان، وجد معهما أخ شقيق، ففي هذه الحالة يرث الزوج النصف الربع، وثالث الأم السدس لوجود البنتان، وثالث البنتان الثلثان، والأخ الشقيق يكون تعصيبا في هذه الحالة. أصل مسألة من 24: توافق السدس مع الربع، الربع ثلاثة أسهم للأب، الربع ستة. في هذه الحصة مسألة هنا أربعة ثلاثة للزوج، وللأم السدس سهمان، ولكل من الأخت الشقيقة للبنتان أربعة ثمانية.
ولا شيء للأخي الشقيق، لأن أصحاب الفروض استوفوا الأسهم 8 زائد 12 وثلاثة 13، وينتقل أصل الفريضة إلى العقد، وهذا لا يدرس في السنة الأولى من العلوم الشرعية، وإنما يدرس في السنة الثانية، فلا مجال لفائدة في لذكره. إذن هذه أحوال ميلاد الأخ الشقيق. تكلمنا عن دليل ميلاد القرآن والسنة، تكلمنا عن نوع ميلاده من التعصيب فقط، تكلمنا عن أحوال ميلاته وهي ثلاثة أحوال، وتكلمنا عن شروطها، وتكلمنا عن الحجب كذلك. فنجد أن الأخ الشقيق يحجب بالأب، ويحجب بالبنت، وبالإب، ويحجب بابن الإب، ويحجب بالفرد المستعار. ننتقل بعدها إلى الكلام عن ميراث الأخ للأب. ميراث الأخ للأب له شبه مع أحوال ميراث الأخ للشقيق. فالأخ للأب دليل ميراثه من القرآن والسنة كذلك، هو نفس دليل الأخ الشقيق نجده عند الأخ للأب ومن السنة كذلك. ممكن أن نستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهذا الحديث يصلح للعصابة كلهم. أما عن أحوال ميراثه فهي أربعة، ثلاثة أحوال نفسها التي نجدها عند الأخ الشقيق. الحالة الأولى: يرث كل الميراث أو ما بقي عن أصحاب الفرائض. الحالة الثانية: التساوي في الميراث إن وجد مع إخوته الذكور، أي الإخوة للأب. والحالة الثالثة هي أن يرث التفاضل إن وجد مع إخوته الإناث، وهم الإخوة للأب. والحالة الرابعة هي التي لم نتطرق إليها، وهي ما يسمى بالمعادة، وهي حالة نجدها عند الجد، تكون الأخت الشقيقة مع الجد ومعهما الأخ للأب. الجد مع أخت شقيقة ومع أخ لأب. في هذه الحالة يكون للجد الأفضل، والأفضل في هذه الحالة هي المقاسمة، لأن عدد الإخوة لا يصل إلى ضعفه، وإنما أقل من ضعفه، وإن كان عدد الإخوة أقل من ضعفه يختار الجد المقاسمة. فالمقاسمة هنا اثنان أصل مسألة من خمسة، وواحد للأخت الشقيقة، واثنان للأخ للأب. في هذه الحالة تعد الأخت الشقيقة على الجد بالأخ للأب. فتنتقل أصل المسألة إلى عشرة، فيأخذ الجد ضعف الاثنان هي أربعة، وتأخذ الأخت الشقيقة نصف العشرة وهي خمسة، ويبقى للأخ للأب سهم واحد. يعني إذن هذه الحالة الرابعة للأخ الأب التي يزيد عن الأخ الشقيق. أما بالنسبة للحجب، يحجب الأخ للأب بما يحجب به الأخ الشقيق، أي يحجب بالأب، ويحجب كذلك بالابن، ويحجب كذلك بابن الابن وإن سفل، ويحجب بالفرد المستغرق، كما يحجب بوارثان آخران وهو الأخ الشقيق والأخت الشقيقة العاصي. مثال الأخ الشقيق: زوجة وأخ شقيق وأخ لأب. في هذه الحالة ترث الزوجة الربع لعدم وجود فروع، ويرث الأخ الشقيق تعصيب، ويحجب الأخ للأب بالأخ الشقيق. أصل مسألة أربعة: تأخذ الزوجة سهما واحدا وثلاثة أسهم يأخذها الأخ الشقيق تعصيبا، ولا شيء للأخ للأب. هذه الحالة الأولى التي يحجب، الحالة الخامسة التي يحجب فيها الأخ للأب بالأخ الشقيق. والحالة الأخرى وهي التي نجد فيها
الأخت الشقيقة العاصبة، فالأخت الشقيقة العاصبة تحجب كذلك، ومثالها إذا مات رجل مع زوجتين وبنتين وأختين شقيقة وأخ لأب، في هذه الحالة نجد أن الأخ لأب يحجب بالأخت الشقيقة، فالزوجة هنا لها الثمن لوجود البنت، والبنت لها النصف، والأخت الشقيقة عاصبة، هذا هو التعصيب مع كما وارد في أنواع العصبة، ويحجب الأخ للأب الأخت الشقيقة. أسهم سهم من ثمانية، واحد سهم واحد للزوجة، وأربعة أسهم للبنت، وثلاثة أسهم تبقى للأخت الشقيقة، ولا شيء للأخ للأب. وبهذا نكون قد تكلمنا عن حجب الأخ للأب، وهو الذي يحجب بستة جهات، بالأب وبالابن وابن الابن وإنسافون، وبالفرد المستغرب، وبالأخ الشقيق، وبالأخت الشقيقة العاصبة. وفي هذا قاعدة فقهية في الفرائض، أن الأخت الشقيقة إذا صارت عاصبة حلت محل الأخ الشقيق وحجبت ما يحجبه الأخ الشقيق، ومنها هذا المثال. وبعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن أبناء الإخوة الأشقاء، الأخ الشقيق والأخ للأب. أحوال ميلاد ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب تختلف عن أحوال ميلاد الأخ الشقيق والأخ للأب كما سنرى، سواء في دليلهما أو في أحوال ميلادهما أو في حجبهما. فدليل ميلاد ابن الأخ الشقيق نجده اجتهادا عند الفقهاء، كما هو مبين في قول العلامة محمد التاويل في تحفة الطلاب، يقول: وابن الأخ الشقيق والذي لأب كلاهما معصب من النسب، ثم بنوهما معا ما ولدوا وإنهم تكاثروا وبعدوا. إذا أحوال ميلاد ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ، أما عن أحوال ميلاد ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، فدليلهما نجده في قول محمد التاويل في تحفة الطلاب في إرث ابن الأخ وابن الأخ وابن الأخ الشقيق والذي لأب كلاهما معصب من النسب، ثم بنوهما معا ما ولدوا وإنهم تكاثروا وبعدوا. فنفس ميلاد الأخ الشقيق والأخ لأب يتبعهما ميلاد ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب. أما عن نوع ميلاد ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب، فهو نفس نوع ميلاد الأخ الشقيق والأخ للأب، أي التعصيب فقط، فلا يرثان بالفرض ولا يجمعان بينهما، وإنما يرثان بالتعصيب فقط. أحوال ميلاتهما، أحوال ميلاد ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب حالتان. الحالة الأولى هي أن يرث الماء، أن يرث المال كله أو الباقي عن ذوي أصحاب الفروض. مثالهما: إذا وجد ابن الأخ الشقيق مع الزوج، فإن الزوجة يرث النصف لعدم وجود الفروع، وابن الأخ الشقيق يأخذ التعصيب، أي ما بقي عن الزوج. الزوج يأخذ سهم واحدا، وما بقي يأخذه الأخ الشقيق وهو سهم واحد. هذه الحالة الأولى. فإن الأخ الشقيق هنا عاصبا، فإن وجد مثلا مع ابن الأخ الشقيق ابن الأخ للأب يكون له التعصيب كذلك كما هو لابن الأخ الشقيق. الحالة الثانية وهي أن يرث ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب التساوي في الميراث،
أي إذا وشرط ذلك أن يوجد أخ شقيق مع إخوته أبناء الأخ الشقيق أو الأخ للأب مع إخوته أبناء الأخ للأب. إذا وجد مثلا وجدت زوجتان مع أو أم، نأخذ الأم في هذه الحالة مع ابن أخ لأب وابن أخ لأب وابن أخ لأب كذلك، ثلاثة أبناء لإخوة لأب. في هذه الحالة نجد أن الأم لها السدوس لتعدد الإخوة، وأبناء الأخ لأب التعصيب لهم التعصيب. السدس آية من ستة، سهم واحد للأم ويبقى خمسة أسهم يقتسمها ثلاثة إخوة بالتساوي. وهنا تدعو المسألة إلى تصحيح المسألة، ولا داعي لتصحيحها لأن التصحيح هو من دروس السنة الثانية بكالوريا، ولا يطالب التلاميذ في السنة الأولى شرعي بالتصحيح. إذن هذه أحوال ميراث الابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب. الحجب يصيب ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب. فابن الأخ الشقيق يحجب بتسعة ورثة، أولهما الأب والجد مطلقا، والابن وابن الابن وإن سافولا، والأخ الشقيق والأخ للأب، والأخت الشقيقة العاصبة، والأخت للأب العاصبة، والفرض المستغرق للسهام. هؤلاء هم حجاب ابن الأخ الشقيق. أما بالنسبة للأخ الشقيق فيحجب بما يحجب به ابن الأخ الشقيق، وهم نعيدهم وفي الإعادة فائدة، يحجب الأخ الشقيق بالأخ للأب والجد مطلقان والابن وابن الابن وإن سافولا، والأخ الشقيق والأخ للأب، والأخت الشقيقة العاصبة، والأخت للأب العاصبة، والفرض المستغرق. ويزيد ابن الأخ الشقيق عليه أنه يحجب بالأخ الشقيق إن وجد معه. ومثالها إذا وجد الإخوة ابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ لأب، فإن الأخ ابن الأخ الشقيق الزوج لها الربع لعدم وجود فروع، والأخ ابن الأخ الشقيق عاصب، وابن الأخ لأب حاجب. أسهم مسألة من أربعة، سهم واحد للزوجة وثلاثة أسهم لابن الأخ الشقيق، ولا شيء لابن الأخ للأب لأنه يحجب في هذه الحالة. إذا نلخص ما تكلمنا عليه في هذا الدرس. تكلمنا عن الأخ الشقيق وقلنا بأن دليل ميراثه من القرآن ومن السنة، ونوع ميراثه يرث بالتعصيب فقط، وله ثلاثة أحوال: إما أن يرث كل المال أو ما بقي عن أصحاب الفرائض، وإما أن يرث التساوي إن وجد مع إخوته الذكور، وإما أن يرث التفاضل إن وجد مع إخوته الإناث. أما عن حجبه فيحجب الأخ الشقيق بأربعة: بالأب وبالابن وابن الابن وإن سافولا، وبالفرض المستغرق. أما عن أخ لأب فإنه كذلك يرث بالقرآن والسنة، ونوع ميراثه بالتعصيب كذلك كما هو الشأن للأخ الشقيق. وعن أحواله فله أربعة أحوال، ثلاثة أحوال تشبه حالات الأخ الشقيق، والحالة الرابعة وهي الحالة المعادة كما هي للجد، فتعد الأخت الشقيقة على الجد وتأخذ حقها،
وما تبقى يأخذه الأخ للأب. أما عن ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب فإن ميراثهما لا يشبه ميراث الأخ الشقيق أو الأخ للأب، فلهما حالتان: الحالة الأولى إما أن يرثا ما تبقى عن أصحاب الفرائض، وإما أن يرث التساوي إن وجد في درجة واحدة، الإخوة ابن الإخوة الأشقاء مع بعضهم وابن الأخ الإخوة للأب مع بعضهم. أما عن حجابهما فيحجب ابن الأخ الشقيق بتسعة ورثة، ويحجب ابن الأخ للأب بعشرة ورثة. وهذا هو درس أحوال ميراث الأخ الشقيق والأخ للأب وأبناؤهما. وأتمنى التوفيق للجميع والنجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.